سلسلة قواعد الموسيقى العالمية واللي بسجلها حصرياً لقناة المايسترو محمد الفكهاني ومحدثكم محمد الفكهاني. أهلا بيكم. كل شكل من الأشكال دي له سجدة، ولما أجي أسكت يعني إيه سجدة؟ يعني أنا وأنا بعزف أحياناً أعزف وأحياناً أسكت. فلما زي ما بعزف زي ما أنا بعزف في زمن محسوب، كذلك لما هسكت أسيب الآلة بتاعتي أسكت كده خالص، هسكت بزمن محسوب. طيب بما ان الوحده بتاعتي هي وحده النوار، فنتعلم النهارده سكته النوار بتتكتب ازاي. سكته النوار بتتكتب كده، ادي سكته النوار، وكانت قديما بتتكتب زي رقم 3، عشان لو حد قابلته سواء الرسمه دي او الرسمه دي، هي دي تقريبا اتلغت، ما بقتش كتير كتير بس موجوده، ربما قابلك في مدونه من مدونات الرسمه دي، فتبقى عارف ان المقصود بيها سكته نوار عباره عن 3 معدوده. طيب سكته البلانش، سكته البلانش عشان اميزها، خلي بالكم لان البلانش والروند عندي السكتتين بتوعهم شبه بعض كويس جدا، اللي يفرق بينهم الخط. سكته البلانش عباره عن مستطيل عامل زي القبعه كده، او يعني عباره عن خط، بيجي فين بقى؟ على الخط الثالث، وهو معامل فيها مستطيل كده، يعني لازم المربع ده يكون لازق في الخط رقم 3 وفي فراغ بينه وبين الخط رقم 4. اول ما تيجي المستطيل ده لازق في الخط رقم 3 اعرف ان السكته اللي مطلوبه 2. طيب الروند زيه بالظبط بس مقلوب لتحت، لازق فين؟ لازق في الخط رقم 4 والمستطيل مقلوب لتحت كده اهو. تاني يبقى هنا سكته النوار مميزه جدا، عامله زي الزجزاج ده اهو كده. سكته البلانش مستطيل قاعدته في الخط الثالث، سكته الروند مستطيل قاعدته في الخط الرابع. طيب نيجي بقى هنا لسكته الكروش والدبل كروش. سكته الكروش شفتوا الثلاثه اللي احنا بنقول عليها معدوله دي؟ هنقلبها هتبقى كده اهو، عباره عن دائره كده اهو وعامله كده اهو، دي سكته كروش. سكتة الدبل كروش بما انها بسنتين هتبقى زيها برضه اهو اهي، بس نحط لها كمان واحدة تانية، بقت عاملة كده، بقت دي دبل أو دبل كروش. السكتات دي أأديها ازاي؟ هأديها زي ما عزفت ده حصل، يعني تعالوا مثلا نعمل نموذج كده، إن أنا هخبط خبطتين نوار واسكت واحدة نوار وبعدين اعزف واحده نوار. يعني ايه؟ تعالوا ناخد نموذج كده، كاني بقول نوار نوار وبعدين سكته نوار وبعدين نوار، ادي نموذج. هادي ازاي؟ هقول طا طا اس طا 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 اس اس، يعني هشيل ايدي من على الاله، يعني مش هعزف يعني هسكت، يبقى طا طا اس طا، ادي النموذج ده. طيب عمنا ده كروز لما عمل الالفاظ دي في العزف الحقيقي الفعلي، عمل برضو الفاظ للسكتات، فتعالوا نقولها. ايه القصه بتاعتها؟ هو شال اول حرف اللي هو التاء او الفاء اللي هو حاططهم، وحط بدلهم حرف الاس اللي هو عندنا احنا بالنسبه لنا سين او صاد، في ناس بتكتبها سين وناس بتكتبها صاد، مش هتفرق معايا، يعني سواء قال ص انا هكتبها صاد مثلا اهي، هي بتساوي 4 بقت صا، واربطهم مع بعض كده. يعني هقول ايه؟ بدل ما اقول طا طا في العزف الفعلي لما اجي اسكت، اعد في دماغي اقول صا، او ساعات بيقولوها اس 2 3 4، باخد اس مكان اول ضربه و3 4 عشان يكمل بيهم. طيب النوع الثاني البرانش هيبقى صا مربوطين مع بعض عشان هو اصله طا. طيب النوار هو صا بس لان هو اساسه طا. طيب نيجي بقى للكروش، هنا في عندي مشكله في الكروش، يعني من بعد النوار التصغير ده الديمينش اللي حصل في الازمنه ده له قوانين متعدده. نيجي نشوف اول حاجه الكروش، الكروش بتتعمل ازاي؟ الكروش اساسها اتنين، قلنا اهو بتيجي طا ودي اللي هي طا ودي، ماشي.
منتظر في حالة استخدام الساكتة مع الكروش تيجي بحالتين، إما إني أعزف الرجل الأولى اللي هي بيسموها طا، وأسكت الرجل الثانية اللي هي دي فوحدت مكانها ساكتة، فيبقى اسمها طا سي مثلا، اللي هي طا إس، هي كانت بتقول طا تي طا تي طا تي، هنا هقول طا سي طا سي طا سي طا سي، بدل ما أقول طا تي طا تي طا تي هتبقى طا سي طا سي طا سي، عزفت نص. بس لازم اقول السي ده في ذهني واسكته علشان اكمل الوحده اللي بتساوي واي. طب الوضع الثاني اللي ممكن تيجي منه ايه؟ ان انا اسكت الرجل الاولى واعزف الرجل الثانيه. يعني يبقى ايه؟ يبقى الصا سواء بالسين او بالصاد مش هتفرق معايا المسمى خالص، المهم ان انا بنطقه صا او تنطقه سا، ماليش دعوه، بس انا هنقولها صا. هتبقى صا تي، دي اللي معزوفه بالفعل. فيبقى الناتج عندي س تي س تي. ايه الفرق بين طا سي طا سي وبين س تي س تي؟ ايه الفرق بينهم؟ ان دي الرجل الاولى معزوفه فداخله في الضغط القوي والساكته في الضغط الضعيف، لكن هنا الرجل الاولى ساكته فالسكوت في الضغط القوي وتيجي الضربه في الضغط الضعيف. تعالوا نقول كل واحد من دول مرتين عشان نستوعب الموضوع عامل ازاي. هنقول كل واحده من دول مرتين متتاليتين، يعني كاني هسمع ست موازين مره واحده او ست نورات مره واحده. ده يتقال ازاي؟ ط ط ط ط ط ط س ط س س ط س ط. نقوله تاني ابطا عشان تسمعوه اكتر. ط ط ط ط س ط س س ط س ط. ده اسلوب اداء الكروش، ودي التلات حالات اللي ممكن تيجي فيها الكروش. اخر وحده اللي هي الدوج كروش، وهتحتاج مجهود اكتر، محتاج شغل اكتر، لان عندي اربع رجول اقدر استخدم السكته اربع سكتات على الشكل التراديشنال الاصلي اللي هو الاصلي ده، الوحده الاساسيه دي. يعني لما نيجي بقى نروح هناك كده شويه ونشتغل في الحته دي، لو قلنا الشكل الرئيسي بتاعنا مثلا طفا تيفي اهو، طا فا تي في، عندي احتمالات ايه؟ اول احتمال ان انا ساكت الرجل الاولى، فيبقى عندي سا فا تي في، هيطلع لي شكل عادي كده اهو. يبقى عندي هنا سا فا تي في، ده اول احتمال. الاحتمال الثاني ان انا ساكت الرجل الثانيه، فيطلع عندي طا سا تي في، ويطلع الشكل عامل كده اهو. يبقى طا سا او بالصاد مش اشكال مش هتفرق، طا سا تي في. طيب الاحتمال اللي بعد كده ان انا اسكت الرجل الثالثه، فيبقى يطلع الناتج عندي طا فا سي في، او يطلع عندي كده هيطلع طا فا سي في. الشكل الاخير في المجموعه دي ان انا اقدر اقول اسكت الرجل الرابعه، فهتبقى طا فا تي، طا فا تي، واحط السكته هنا اللي هي سي. طيب يبقى انا عندي بس في حاله ان انا استخدم سكت الدوبل كروش سكته واحده، لان انا عندي احتمالات لسه هناخدها بعد كده على الشكل ده، له فرايتي كتير، له فاريشن كتير في تنوعات كتير، تقسيم الداخلي على وحده النوار في ان انا استخدم الدبل كروش ده، في دروس كتير هنا على الدبل كروش بس، احنا بس خدنا النهارده ان نستخدم سكت الدبل كروش واحده، مره هحطها في الاول، مره في الثاني، مره في الثالث، مره في الرابع، فيطلع الناتج ازاي؟ تعالوا نقوله بطيء كده ونعرفه. هقول كل شكل من دول مرتين. اللي فوق الاساسي طا فا تي، بص انا الرجل اهو واحد اهو، ده رجل اهي بس كان واحده اهي، بص دي طا فا تي في طا فا تي في. طب الشكل الثاني هيبقى عامل ازاي؟ سا فا تي في سا فا تي في، يبقى الناتج عندي. طيب الشكل اللي بعد كده هيبقى ايه؟ طا سا تي في، وساعات بيقولوها اس، يعني تتقال ايه؟ طا اس تي في
تا اس تي في او تتقال تا سا تي في تا سا تي في الناتج سمع ايه؟ الشكل التالي ان انا هسكت الرجل الثالثه فيبقى الناتج اللي عندي ايه؟ تا فا سي في تا فا سي في تا فا سي في او ساعات يقولوها اس تا فا اس في تا فا اس في نيجي ناخد الشكل الاخير وبيلخبط دايما ما بين الشكل الاخير والشكل الاولاني لان هما دول ثلاثه متتاليين ودول ثلاثه متتاليين بس ده في الاول وده في الاخر فنيجي هنا نقول ايه؟ تا فا تي سي تا فا تي تا فا تي سي او تا فا تي اس تا فا تي اس هنميزها ازاي؟ بالضغط اول الضلع ما بين الاتقال فهنا ده تا فا تي اس تا فا تي اس تا فا تي اس لكن كان الشكل ده بيتقال ايه؟ اس فا تي في اس فا تي في طيب هنيجي ناخدهم بقى دلوقتي كلهم كده كل واحد مرتين من غير توقف يعني هناخد الخمس اشكال دي الاساسي والاربع فاريشن عليها هناخدهم من غير توقف كل واحد مرتين الاساس اهو وخليني امشي كده قصاد كل شكل وانا بعزفه هنقول كده اهو تا فا تي فا تا فا تي فا اس فا تي فا اس فا تي فا تا اس تي فا تا اس تي فا تا فا سي فا تا فا سي فا تا فا تي سي تا فا ده موضوع الأزمنة والعلامات وهنكتفي النهاردة لغاية الدوبل كروش باستخدام سكتة واحدة لأن الدوبل كروش لسه عليها فاريشنات كتير. أرجو لو الفيديو عجبكم النهاردة والشرح عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا محمد الفجاني.